ورجعنا لكم من جديد، ورحب بكل اللي بيشوفونا النهارده على شاشه ام بي سي مصر. مساء الفل والجمال. مساء الفل يا بوسبوس. بنشكرك على اسبوع ستريت فود اللي انت عامله لنا اللي مكسر الدنيا، والنهارده بنختمه بايه؟ طبعا بالشاورما، لكن بالاول بنتحي كله مشاهدينا في جميع انحاء العالم. زي ما انت شايفه كده عندك رايس بودنج بالفاكهه وبالايس كريم وبالدلع، وعندك كمان الساندوتش بتاعي النهارده ده فريش جاي بالكريم. عندك الشاورما تقديمها اطباق او تقديمها سندوتشات بالفراخ وباللحمه وبالبطاطس لو عايز. تعال نشوف قدامك، اهم حاجه العيش بتاعك ياخد مارك ويبقى كريسبي من بره وطري من جوه. يلا عندي يا حسني زي ما انت بتستعرض كده الحلو بتاع ده، رايس بودنج بالفاكهه وبالايس كريم والصوص اللي بتحبيه، عشان الصيف بيحب الايه؟ الفاكهه. الفاكهه ويحب الرايس بودنج والايس كريم زي ما انت عايز. تعال بقى شوف اللحمه يا حسني وشوف الفراخ. اقطع اللحمه وش الفخده من الفيليه او اعملها شرايح رفيعه كده عشان السوى، عشان السوى كده. والفراخ برضو اهو جوليان شرايح طويله اهو صدر الفراخ عشان ايه؟ زي ما انت قدامك اهو. وعندي بصل ايه؟ عندي خيار مخلل، وعندي الحشو من جوه البصل الابيض وكزبره خضراء. خيار مخلل اساسي. وعندي كمان الايه؟ الايه التوميه، وعندي شويه كاتشب. تعالى طبعا بطاطس، تعالى اما نشوف هنعمل ايه. نتبل اول حاجه اللحمه، معلقه من المسترد، معلقه زبادي، معلقه عصير ليمون، معلقه خل ابيض، معلقه خل ابيض، وبعدين ايه تاني؟ عندي شويه واحده ليمونه بشرها، وبرتقانه بلدي اغسلها وانشفها بشرها، والتوابل ايه يا حسن؟ ملح، ملح وفلفل وبهار لحمه وشويه شطه اختياري، وعندك ايه؟ كمون، وعندي شويه ايه؟ حبهان وقرنفل وجوز الطيب مطحونين مع بعض. ومكسهم كده يا حسني واسيبهم ما يقلش عن ايه ساعه في الايه؟ في الثلاجه. أمكسهم كويس قوي بالمضرب. المسترد والزبادي هيعملوا أحلى تيست، وبشر ليمون وعصير ليمون. تعالي هنا. آدي الشرايح بتاعة الإيه؟ وش الفخدة أو الفيليه. وش الفخدة ناعمة وسهل جدا تسويتها. وأنا في نفس الوقت أكون مجهزة عيش الصاج. اشتريه او اعمله، قلنا نص كيلو دقيق عليه كوبايه وربع من الايه الميه، ومعلقه صغيره نصها من الملح، ومعلقه صغيره من الزيت ينعم بس. اركنه جانبا كده يا حسني. بنفس الطريقه هعمل الفراخ. الفراخ انا قطعتها ايه؟ شرائح طويله بالصدر بتاعنا. معلقه مسترده، ومعلقه زبادي، وواحد بشر ليمونه مغسوله منشفها، وبشر ليمونه برتقانه بلدي، وشويه من عصير الليمون معلقه، وشويه من الخل الابيض. احط لها بقى ايه للفراخ؟ ملح وفلفل، وحطيت كمان قرنفل باودر، وشويه من الشطه اختياري، وشويه قرفه صغيرين، وشويه من الكباب. تعالى هنا اهو اقلبهم مع بعض واسيبهم ايه؟ ما يقلش عن في كيس، لو انا احطهم في الثلاجه احطهم في كيس ثلاجه واقفل عليه، ما يقلش عن ساعه. كده جاهز عندك اهو. هنعمل ايه تاني يا حسني؟ الخلطه دي بقى مع الايه؟ خيار المخلل، بصل ابيض، شويه كزبره خضراء، وادخلهم مع بعض كلهم اهو. تمام؟ احشي بيهم دول. بعد ما عدى ساعه بعد ما عدى ساعة عندي هنا الجريل بتاعتي. شواية هنا وشواية هنا زي ما انت عايز. عايز افكر بس مشاهدينا بارقامنا، كلمونا وبعتولنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا وانا هقرا كل التعليقات. بدأت تدوقي ولا لا؟ انا هدوق سخن، انت قلت الستريت فود هو السخن. هو فعلا ده حقيقي. عايزين ناكل البارد يا دلعك. انا بسخن ببطاطس ومخلل. ماشي اوكي. وايه رايك في المخلل؟ المقبلات. وايه رايك في الستارت؟ عندك
طب والرايس بودنج انت دايما بتحبي الحلو الاول تبداي بيه الاول. تعالي. صح بس نسيت. نسيت والله. عندي البطاطس بتاعتي اهو مجهزه. بص فريش برضه بطاطس قدامك طالعه لك فريش. تكون طالعه من الفريزر دايركت. عملناها ازاي دي؟ قطعناها قشرنا البطاطس وقطعناها اصابع بالشكل ده وحطيناها في ميه فيها تلج فيها ايه؟ شويه ايه؟ ملح ليمون. هو انت زرق. عامل رز ده يعني رز بلبن بال بالفاكهه بالايس كريم. اوكي. وبعد كده نزلتها ميه سخنه بتغلي وعديت من 1 لـ10 وبعد كده عملت ايه؟ حطيتها في ميه بتلج. طب ليه من 1 لـ10؟ عشان انا بديها صدمه بس. طب لو من 1 لـ20؟ مفيش مشكله بس مش عايزه تلون. هتبقى بيضه كده. بديها صدمه وبشيلها تبرد واحطها في الفريزر بتاعي. اقفل عليها حسني على ما تستوي. تعالى نعمل ايه؟ نسوي اول حاجه ايه عندي هنا اللحمه. تعالى بقى يا حسني سنه صغيره كده من ماده دهنيه سخنه وتعالى بقى السموك يا دلعو. ليه كده؟ انت بتزعلني. انت بتزعلني. دايما واروح بقى مدلعاها بقى يا بوسبوس بحته ليا يا حسن. تفتكر ليه يا شيف ممكن يكون حد ما بيحب الشاورما؟ ايه تفتكري ليه؟ في حد بيحب الشاورما مثلا؟ في معقولة؟ لا 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 لا. امال ايه؟ كل الناس بتحب الشاورما. ايه رايك في ريحه بيتك؟ كل الناس بتحب الشاورما. ايه رايك؟ موضوع غريب جدا. ايه رايك في ريحه بيتك؟ تحفه. شايفه ريحه بيتك عامله ازاي كده؟ تخلي ولاد ياكلوا والاستاذ ياكل وضيوفك وحبايبك وحبايب عيالك كله ياكل. بالبهارات وشويه ايه؟ بشر الليمون وشويه عصير الليمون. وانت سوي بس لسه. تعالى ما اسوي معاك كمان ايه؟ شوف الشوايه واخده مارك اهو يبقى كريسبي. اروح حتى ماده دهنيه اهو هنا. بص الفراخ يا حسني. يا دلع استنى عليا. بص كده وهي شغاله كده احط لها شويه ليا اللي انت عنتيها من الحاجه بتاعت العيد يا جمال. بص كده وانت شغال كده انا حطيت هنا البطاطس جهزت العيش الصاج عملت طبعا التوميه وعملت الايه البصل والكزبره الخضراء كل التفاصيل كده قدامك اهو يا جماله. ايه الاخبار جربت الرايز؟ لا هجرب اهو. طب يلا يبقى تعملي فراخ تعملي لحمه تعملي بطاطس زي ما انت عايز وفري لها كل حاجه وسوي ودلعي كل حاجه تبقى عندك زي الفل. وانا كده اللحمه عندي لونت يا حسني. تعالى اهو اديلها بصل ابيض يا جماله. طماطم لحم بدون جلد وبدون بذر شويه كزبره خضراء يا دلع دلعني. كزبره خضراء كمان؟ ايه رايك؟ حلو قوي. دلع دلعني. طب ايه رايك بقى نسيب الحاجه كده تستوي ونرجع بعد الفاصل نعمل الرايس بودينج. أيوة. وكمان نعمل سندوتشات ونلف سندوتشاتك سخنه بطريقه الشيف حسن العالمي ملك الستريت فود الاسبوع ده. فاصل صغير قوي ونرجع لكم انتظرونا.